بعد أن تحدد المجلد الذي تريد طباعته، قم بنقر زر معينة قبل الطباعة من شريط أدوات خيارات متقدمة لتظهر لك على الفور شاشة معينة قبل الطباعة والتي تظهر فيها محتويات المجلد مطابقة لما سيظهر على الورق المطبوع. لاحظ أن رقم الصفحة الحالية وعدد الصفحات الإجمالي مذكور في شريط المعلومات أسفل الشاشة. يمكنك التجول بين الصفحات باستخدام زر صفحة لأسفل وزر صفحة لأعلى، وكذلك باستخدام شريط التمرير الرأسي ومفاتيح سهم لأعلى وسهم لأسفل. كما يمكنك تكبير وتصغير الرؤية بالنقر بالماوس على الجزء المراد تكبيره. لاحظ أن الماوس سيكون على شكل عدسة بها علامة زائد. عندما يكون العرض مصغرا ويوضع بالعدسة علامة ناقص عندما يكون العرض مكبرا. وهذا الزر أيضا يؤدي لتصغير العرض بحيث تعرض صفحة كاملة في الشاشة. والزر المجاور يسمح بعرض عدة صفحات في الشاشة. وزر إعداد الصفحة يفتح مربع حوار إعداد الصفحة. وزر الطباعة يفتح مربع حوار طباعة. أما زر إغلاق فيعود للعرض العادي.